هما مين دول اللي هنلحقهم يا جلال؟ حافظ مش لوحده تحت يا حامد، معاه دوارة وبالساوي. يا عايزني بالساوي بتاع ال بالساوي مين؟ بالساوي مين؟ وإيه اللي جاب دوارة هنا؟ بعد إذنك، بعد إذنك يا جمال، ثانية واحدة. الفكرة اللي أنت قلتها مش هتنفع، ما ينفعش حد من الأهالي يقرب هنا دلوقتي. أي حاجة من دي لو اتشالت فجأة ممكن تأثر على فكرة إن هما يفضلوا عايشين، ده لو ما ماتوش أصلاً. جلال بيتكلم صح، أي حركة عشوائية ممكن تأثر على الناس اللي تحت. بقول لك يا جمال، ما تروح تشوف المرسل بتاع الجهاز يكون اتهال، ما تحل يا جرع عن سمانه وتنزل من على ودانا. في ايه؟ متاكد يا حضره الوكيل ان مفيش تلاميذ او حد تاني معاهم في المبنى؟ اتاكدت بنفسك؟ ايوه حضره العمده، اتاكدت بنفسي. لحظه يا فندم، وانا فاهم حضرتك يا فندم. الاستاذ حافظ ادى المدرسه كلها اجازه من الصبح، يعني كله روح. المدرسه ما فيهاش لا طالب ولا فراش ولا تلميذ حتى. بصراحه يا فندم انا مش عارف ايه اللي قعده. بصراحة يا فندم كده الحفرة دي قص المشاكل. انتوا لسه هتتناقشوا؟ البوليس والإسعاف والحماية المدنية لازم يكونوا موجودين دلوقتي حالا. لا لا لا، بوليس ايه؟ بعد إذنك يا دكتورة صفية، أنا لسه قايل ثانية واحدة، ثانية واحدة بعد إذنك. لو سمحت يا حضرة الوكيل، أنا عايزك تكلم مستشفى المركز دلوقتي حالا، تسأل على الدكتور منير عبد الحكم، قول له المستشار جلال الفارس عايز عربية إسعاف تبقى في المدرسة دلوقتي حالا، وهو هيتصرف. حاضر. بسرعة. وانت حامد ايه؟ كلم الحاج عوضين خليه يجيب رجالته ويجي بسرعه. إيه الحاج عوضين بتاع مدينه الغنم؟ هو في غيره يا حامد؟ حاضر يا اخويا، هروح اجيبه لك برجالته بالترول اللي بتاعه. بس تفتكر يعني هيعرف يتصرف ويعمل حاجه؟ هو اول مره يعني يطلع بني ادمين من تحت الانقاض؟ بسرعه شويه يا حامد لو عايز تلحق اخوه. بس عوضين مين؟ هو عوضين ده اهم من الدفاع المدني؟ لا ما مش قصدي، لا مش قصدي، انا بتكلم بس عشان السرعه، السرعه. الحاج عوضين اسرع لانه اقرب يعني. وبعدين البوليس هيجي يعمل ايه دلوقتي يا جمال؟ ده هبوط ارض. مفيش عوضين ولا حسنين قبل ما البوليس يجي يشوف الكلام ده بنفسه ونلحق ننقذ الناس دي. ممكن بعد اذنك ثانيه واحده جلال؟ ممكن بعد اذنك يا دكتوره صفيه ثانيه واحده. اتفضلي. وطبعا سيادتك اللي قايل له يدور على الاثار تحت المدرسه، ما فكرتش انك ممكن تعرض اطفال لخطر الموت؟ اثار ايه اللي هدور عليها؟ وانت شايفاني بالتفاهه دي؟ انت متخيله ان العبط والهبل اللي بيحصل بره ده ممكن يكون بامر مني؟ اكيد لا طبعا، دي دماغي الخايب اللي اسمه حافظ. لكن انا عمري ما كنت ولا هكون منقب عن الاثار. طبعا باماره المعلم بتاع التنقيب اللي بعت تجيبه هو ورجالته. ده مش تبعي، ده ما بيشتغلش تحت ادارتي. وانا سبق وقلت لك قبل كده ان انا دوري اتفرج على الحاجه وعاين واقرر ايه يروح فين والمين. لكن انا انقب عن اثار؟ انا لا يمكن احط نفسي في موضع شبهه. ما تنسيش انا مين. يا ريتني انسى يا اخي، يمكن كنت ارتحت. مش وقته يا دكتوره صفيه، انا مش عارف اتفرج عليك انت والفنان وانتوا بتحاولوا تحلوها كانكم بتشتروا لوحه في معرض. وبعدين انا خلاص اتعودت احل مشاكل حافظ اول باول. انا كل يوم بشوفك بزاويه اسوأ من اللي قبلها يا جلال. انت كل اللي يهمك تلم الموضوع بس، ما فكرتش لحظه ان حافظ ممكن يكون ميت دلوقتي؟ لا والله، ده على اساس انك حبيتي حافظ فجاه. كفايه مزايدات بقى يا دكتوره صفيه، بيتهيألي انت مش هتحب اخويا اكتر مني ولا هتزعلي عليه قدي. لا ازعل، لانه في الاول وفي الاخر ابن عمي. طب سيبيني بقى اخرج لك ابن عمك، سيبيني اتصرف. مش هسيبك تطرمح عليها يا جلال. طب اتفضلي روحي بلغي البوليس، خلي الناس كلها تعرف ان اللي كان بيحصل هنا في المدرسه ده تنقيب عن الاثار، وخلي حافظ يلبسها سواء كان عايش ولا ميت. بس خدي بالك بقى، مش حافظ لوحده اللي هيلبسها. لو ده حصل يبقى عليه العوض في اسم عيله الفوارسه. اهدي بقى وسيبيني احلها بطريقتي. غالبا وصلوا. اهدي زي ما قلت لك. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.